السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو كنت تقول لي؟ تقول لي على الحفار اللي كاين في عبد القادر من دريقة. واخويا هذا الحفار راه تقريبا عندنا واحد العامين ولا ثلاث سنين هذا الحفار هنايا، عينا ما نغوتوا، عينا ما نصوروا، عينا ما نقولوا للمسؤولين، حتى واحد ما عمر سوقنا. وهذه البلاصة هذه راه معروفة بالسياحة، والناس كاع السياحة المغربية والأجنبية كتجي لهذ البلاصة هذه، وبنادم خاصة فوق الشتاء ما تقدرش تدوز من هنا، لأن كدوز شي كتكون واقف، وكتجي شي طوموبيل كدوز كترشك بالماء، وبزاف ديال الحوايج، وما هذا الشيء حنا ما كيتأسف بزاف. سيدي هاد الناس هادو كنشوفوهم هاد الحفاري الحفاري ديما هنايا، المدينة جديدة، مدينة سياحية، وديما الحفاري هنا ضرب ركاوي، راه هو بحال قلتي المدينة ديال الجديدة، كيجيو الناس سياح، فهمتيني؟ كيجيو الناس سياح وكيشوفوا هاد الشيء، راه بزاف ضرب ركاوي كامل، من تشوف من الليل، كتشوف من الليل حتى لهنايا، مدينة على قدها عباد الله، وحفاري ديما كاينين، صاري هاد الزنقة هادي. شنو كطلب من السلطات؟ كطلب من السلطات قالت لنا هادشي راه بزاف، هادشي ديما الحفاري هنايا ضايع، طوموبيلات طوموبيلات اسيدي راه كيوحلوا ديما في هاد الزنقة هادي، كانوا داروا انتيردي حيدوه من انتيردي، كان زي انتيردي دابا حيدوا انتيردي. وهاد الزنقة هادو هادي حدا الجامع، الزنقة اسمها؟ الزنقة سميتها عبد القادر من دريقة، نعاونوك من دريقة، عبد القادر من دريقة، هو هادشي اللي كاين، فهمتي؟ شكرا.